باشمهندس احمد ابو صيمه ابن الاستاذه صفيه بن حزم. بشتغل مهندس في مكتب الدكتور عبد الكريم الاولى للاستشارات الهندسيه في العاصمه الاداريه في الحي السكني ار2. يعني انا اصلا شغلي مع القوات المسلحه، يعني ففخر ليا يعني ان والدتي عملته مع فرد من افراد القوات المسلحه. دخلت الجيش؟ لا للاسف، انا عندي مرض مزمن في العين اليسرى، فكان السبب ان انا ما ادخلش الجيش، وما للاسف ما ينفعش ان انا ادي الخدمه العسكريه. ما حدش من اخواتك؟ اخواتي لسه ما جالهاش عليهم الدور يعني في الخدمه العسكريه، بس زي ما انت شايفه يعني احنا الحمد لله ثلاث رجاله، فاكيد داخلين الجيش. يعني انا للاسف يعني ما دخلتش الجيش، والحمد لله ان يعني الحمد لله على مرضي، يعني فانا مريض بمرض مزمن في العين اليسرى. يعني سلام. شكرا لحضرتك. اسم حضرتك؟ خالد. ايه؟ خالد محمد صايم. ايه رأي ماما النهارده؟ ماما عملت موقف شجاع. مبسوط طبعا اللي عملته، الحمد لله شرف لينا كلنا طبعا. دي مبسوط جدا يعني، انا فرحان. تمام. انت بتدرس في ايه؟ ما لسه السنه دي هندسه المنصوره ان شاء الله. اعدادي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تقول ايه بقى لموقف زي ده لو حصل تاني لأي حد؟ يعمل اللي هي عملته اكيد. طب والرجاله اللي كانوا موجودين؟ هم اللي كانوا يعني يبداوا بالكلام ده، مش واحده ست اللي تبدا، بس يعني خلاص ما حدش يعرف ظروف الناس برضه. فخلاص الحمد لله الموضوع عدى بخير، بس يعني اتمنى اي حد يعمل اللي هي عملته بعد كده. شكرا. شكرا.